احنا قدام حضراتكم طبعا لما بنبص على سقف زي ده كده ونلاقي فيه شرخ ماشي بالطول كده، وبيبقى اتجاهاته ماشية مع اتجاهات الحديد. طبعا الناس بتقول لنا ده ايه، ده شغل محارة. طيب احنا هنلف وهنشوف لما فتحنا عليه بقى عامل ايه. اهو فتحنا هنا مكان الشرخ اهوت، ده الشرخ، ومشينا معاه جاب السيخ معانا اهو، وده بنقول عليه ده زي الكانسر بالظبط، سرطان، ده سرطان الحديد اللي هو صدأ الحديد. لما بيخش في السيخ ملوش علاج غير انه يتبدل. شوفوا الشرخ ماشي عامل ازاي، اه جوه الكتله الخرسانه نفسها، نطلع بره نلاقيه ماشي مع الايه، مع التشطيب اهو. ادي السيخ اهوت وادي الشرخ اهو، كاسر في بص الكتله قد ايه اللي كاسرها، كتيره. ليه؟ علشان هو اساسا بينتفش علشان خاطر يكسر كل السماكه دي، سماكه معديه 3 سنتي وكمان تشطيب 2 سنتي محاره وكمان مصيص. الشرخ اللي زي ده بصوا اللون طالع عامل ازاي في ايديا، الشرخ اللي زي ده، ده شرخ صدأ حديد. حط ايدك جوه هنا كده، حط ايدك جوه كده، لا الناحيه التانيه العكس، حط ايدك بقى جوه خالص كده. اه عايز بس ايه اوري في الكاميرا هنا ان دي فاضيه. ايدك اليمين، ايدك اليمين جوه كده، لا ايدك 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 اهي بس تمام كده. شيل اللمبه دي، شيل اللمبه انت مش عايزها. خلاص 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 Thank you.